سنرجع نتواصل معكم. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين الرابعة والناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة من 7.8، ونرحب بمكالماتكم على 600551610 ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 700-7008. طبعا نرجع نذكر بس لأن أذن الظهر فستقام صلاة الجنازة طبعا بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ زايد بمنطقة اليرف بعجمان، طبعا للشاعر والأديب والمثقف رحمة الله عليه طبعا علي خليفة بن عابد المهيري، فنتمنى إن شاء الله يكون أكبر عدد من المصلين موجودين إن شاء الله، والله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين إن شاء الله، يرزق عيال الصبر والسلوان. كذلك ما أدري تواصلت يا بن ديماس ما يرد، زين شوف لنا حد من وزارة العمل الله يخليك على أساس نشوف بسلطان شو موضوعه. بسلطان موجود ويانا ولا جهز اتصل فيه على أساس بس ناخذ كم من رسالة. إنزين هذا يقول عندي حالة عقم يا سيدي وبصرف كثير شهريا للعلاج، إذا كان لديكم مستشفى الملكي لأن أصبح لدي تقصير في دفع القسط من الإيجار بمبلغ 2750 وأنا عمري 47 سنة وشكرا. هذا يقول أرجو المساعدة في توفير حفاظات لزوجتي المشلولة لأنها لا تستطيع الذهاب إلى عزكم الله طبعا الحمام وشكرا، أخوكم أبو محمد. زين هذا يقول الحمد لله على السلامة وعمره قبوله، شو سالفة الشنط في المطار يا أخي انتش دراك منو هذا ما أدري، 7 شنط وحياتك ما استلمنا ولا شنطة منه ما أدري شو السالفة، بنشوف بنتريها الأسبوع الحين. سؤال مذيع البث المباشر إذا عنده مشكلة مع جهة معينة ولا عنده مشكلة مع وين يصير يشتكي، كيف يشتكي، شو يسوي، شو يقول، يتصل يطرح مشكلته الشخصية على الهواء ولا كيف، هذا سؤال أطرحه لأهل الخبرة على أساس إن يجاوبونا عليه. أنا واحد مضيع شنطي الحين مثلا، كنت جاي وضيعت شنطي ما حصلت الشنط، 7 شنط أو 6 شنط وكرتون، وين أجيب الشنط هذه كيف؟ هذا اللي يقول والله طرشوه للدولة الفلانية، حد يقول طرشوه للدولة الفلانية، الأرقام موجودة كل شيء موجود بس ما بعرفين الشنط ما محصلين لا في المطار هذا ولا في المطار هذاك ولا في المطار الدولة الثالثة اللي يقولون والله نطرشي له يمكن الشنط. الله المستعان الله كريم. ها سرنا سوينا شكوى وسجلوا رقم الشكوى وخذوا مواصفات الشنط وخذوا اللي فيها وخذوا كل شيء وعطونا رقم الشنطة، وحين قريب بنكمل أسبوع. أمس هذي خبروني عن ريال مضيع شنطي أبو ليا عقب 6 شهور الله العظيم. طيب يا أخي غلطة موظف أنا ليش أتحملها، محط لي التاج بدأ ما يحطيها كذا دبي مثلا السعودية دبي مثلا محطنها وين، محطنها دبي يسموه السعودية الكويت، أنا ما أفهم يا أخي ما قريت ما طالعت ما أعرف، أنت ما تشيك على الأقل يعني ما تطالع. زي هذا يقول أنا سائق وصار لي 6 سنين مو سافرت ونفسي أشتغل مع مواطن، ما سافرت يمكن قصده وأشتغل مع مواطن، يعني المواطن بيخليك تسافر وهذاك مو مخلنك تسافر ولا شو الموضوع ما أدري والله. بس هذا اللي مطرش الرسالة منو هذا أبغى أعرفه، كيف عرف موضوع الشنط؟ زين منو عندك؟ بسلطان مرحبا يا أخوي كيف الحال؟ خير سؤال يعني. من اتصل فيك عقب ما سكرت عني؟ والله اتصلت وطالع عمرك قسم الشكاوي من وزارة العمل والعمال. حلو. قال لي أنا سمعت شكوك من البداية للنهاية. أنا يعني على فكرة أنا سألتك كذا ترى من عندي كذا صدفة، أنا تحرى حد من ربع متصل فيك يكلمك أنا ما أدري منو متصل فيك. زين قول لي. حرقت تليفون رب. المهم طال عمرك. فأنا أنا أنا يعني. يعني شوف نحن لو نبغي بالعيال فيه عيال وايد والله نيب نحن زهي البنات لا ما نبغي يا أخي أنت ابن البلد يا أخي أنا 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 كنت أبغى أقول يعني أنا كنت والله ماشي على وضعني نعم بس أنا اللي أنا أبغى أقوله يعني هم يقولوا لي هم لو قالوا مانعين نحن الجنسية أنا ما بتكلم لكن هم شو يقولوا لي يقولوا لي كنسلها زين وسوي لها إقامة في مكان ثاني وهذا مهمة 6 شهور زين هي بدل ما الحين موجودة عندي وانا كنسلها واصير اسوي لها كيف يعني تجيبها مهمه 6 شهور يعني مثلا انت لو عندك الحين منشاه زين وعندك فايض عمان ف
فهمت؟ انا اقول لك طال عمرك ما عليك مراره، ابغي هالموظفه تشتغل عندي 6 شهور، انت اجيب لا مانع من عندك ويسوي لي بطاقه من العمل لمده 6 شهور انا هي موظفه عندي، وعقب 500 درهم وعقب تشتغل عندي بشكل قانوني 6 شهور وعقب اجدد له اجدد له، والاقامه هي مدقوقه عليك انت وهي تشتغل عندي انا. لا الحين عقب 6 شهور مثلا انا بغيت الموظف هذا بغيت احوله على اقامتي يستوي نقل كفاله؟ قالوا اذا عربيه ما يستوي تمدد بعد 6 شهور يعني يطولون، يعني الحمد لله دولتنا تبسط الامور ويعني ويسهلون حق المستثمرين ويسهلون حق كل شيء، لكن هم يعني ما ادري ليش يعقدون الامور. يعني انا يعني سامحني انا ما بقول على اساس انه قهوه ولا هذا، يا اخي اللي بزين بيصير واللي بشين بيصير. لا بس غير بعد يوم الشين تحطيه قدام الشباب يا طويل العمر بعد بسلطان، خلنا واقعيين. انا وياك اذا 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 طال عمرك شوف اذا انا الحمد يعني لله واحد شوف بقول لك واحد يعان تحطيه قدام الاكل وتقول له لا تاكل بعد ما يستوي يا اخي، اما اذا الاكل بعيد لازم يقطع مسافه على اساس انه بيتحمل اليوع وبيسكت وبيصبر وبيتحمل، لكن يوم يشوف الاكل قدامه يا اخوي بياكل بيحصل ايش قدامه. ترى بعد طال عمرك انت ما بس الحين الجماعه طال عمرك انتوا الحين انتوا تشجعون الدوله ولا لا؟ انتوا تبغون جماعه كلهم يسافرون برا ويشردون برا الجماعه؟ من هم اللي يشردون برا ويسيرون برا؟ اقول لك من يحصلون اجازه طال عمرك سافروا برا لانه ما يشوفون شيء هني. شو يعني مثل شو يعني ما يشوفون؟ يعني ما يشوفون الشيء الزين هني، الشكل الطيب الامور الطيبه. شو قصدك يعني مو فاهم ابو سلطان؟ انت توك تقول لي جماعه ميوعين، الجماعه انت مثلا لا انا اعطيك مثال اقول لك اليوعان او الشيء الواحد اللي هذا اقول لك اللي بس ما بتغلب اللي يبغى الشيء واللي يبغى الخراب بيسافر له حتى اخر الدنيا. زين انا اقول لك الحمد لله. لا بس انا سؤالي المقهى يا اخي مرتادين ومعظمهم رجال واللي يونا كلهم ريايل واللي يونا كلهم شباب واللي يونا كله، ليش انا اجيب بنت زين من الجنسيه اللي كذا عيونها كذا شعرها كذا بمواصفات كذا على اساس انها تخدم؟ شو اللي بحصله انا يعني؟ انا بقول لك الحين انا عطشان يا اخي، زيد جاب لي ماي ولا عبيد جاب لي ماي ولا فلاني جابت لي ماي ولا فلاني، ترى انا عطشان ابغى اشرب ماي ترى ما صح ولا لا؟ انا اتمناك تزورني زياره، واذا ما شفت ان الحريم الموجودات اللي يجين هني زين في الكوفي عندي اكثر عن الريايد انا ما بقى. ممتاز انزين سوي لي مقهى يا اخي خاص بالحريم وهات بدال ولا تدخل عليهم ولا ريال، خلهم حريم بس بروحهم تداقم بعضهم. ليش اسوي الاختلاط هذا بين الحريم والريايد؟ لا نحن ما نسوي اسمعني، حتى الحين على فكره قبل كانوا تقدر تسوي في الكوفي مكان حق العائلات زين تقسمه وتقسم مكان للريايل، هذا قبل الحين الدولة ما في قانون 24 ساعة يعني اللي تبغى تشيش ما بتستحي ما تشيش قدام ريال. ممتاز، ليش انا اجيب لها حرمة خدمة مدام ان هي حرمة وداش تشيش وما عندها مشكلة؟ يا اخي خلي الريايل يخدمونها شو المشكلة؟ ما عندي مشكلة، انا ما عندي مشكلة، انا يمنعوني انا هي قانون ان يمنعون الحريم بشكل كامل، انا بنفذ القانون. ممتاز. انا ما عندي مشكله. ممتاز. انا اتمنى هذا سؤال نوجهه لوزاره العمل، يعني ليش المقاهي ما تمشي الا بالحريم؟ انا اتمنى ان القانون اذا هم يبغون يطبقونه ويشوفون ان الحريم مو بزينات بشكل كامل يا اخي ينزلون قانون ان يقولوا لي خلاص لا تجيب حريم، انا ما بجيب حريم بجيب رياي، بس ابغى القانون يطبق علي وعلى غيري. صح. مو علي انا بس. وثانية الحين أنت اليوم زين أنت يمكن تتكلم عن قبل بسلطان، يمكن الحين هم مطبقين القانون بأنه ما يسمحون للجنسيات هذه تدخل أو ما يسمحون. لا قالوا بس يعني إمارة إيمان، أما الإمارات الثانية عادي. هم قالوا لك كذا حرفيا؟ حرفيا أنا أبغى أعرف يعني. شوفنا يا أخي وزارة العمل في عيمان، شوفنا يعني أحد نتصل فيه نكلمه ما يستوي. زين كمل بسلطان كمل. ثانيا هم ليش يقولوا لي حتى إعارة ولا تدخل عليها إقامة؟ زين نفس الشيء يعني ما مات إلا بلق عينه. يعني انا بصير ادفع بس اللهم يا فلان صير ادفع فلوس حق الشخص الفلاني اللي بيسوي لها اقامه، وحتى ليش اطول الموضوع وهو قصير؟ يعني يقول لك لك قدامك لا زي هم يقولوا لك الحين هالمنشاه ما بنعطيك عليها ولا اي منشاه ثانيه ما بنعطيك عليها؟ لا هالمنشاه يعني نحن الكوفي نسوي لك مهمات ما نسوي لك اقامات دائمه، بس زين امنعوا المهمات وامنعوا الاقامات الدائمه انا هاليابا يمنعون كل شيء، وليش يمنعون الأجنبية ويوافقون للعربية؟ أنا أبغى أعرف الحين دولتنا طال عمرك إذا الأجنبية سوت إجرام تتحاسب ولا لا؟ تتحاسب نفس ما تتحاسب العربية، القانون على العربي وعلى الأجنبي. تسمح لي أجاوبك بسلطان؟
نعم. زين شوف بقول لك، هذا قانون دولي، في أي دولة في العالم يفتحون الجنسيات، كل جنسية ممكن تدخل البلد، حلو؟ ولكن يوم يشوفون جنسية معينة عندها مشاكل كثيرة، مشاكلهم زايدة، شكاويهم زايدة، هروبهم زايد وغيره وغير، سرقاتهم زايدة، جرائمهم زايدة، مشاكلهم زايدة، هاي الجنسية يوقفونها. الحين مثل الجنسية البنغالية عندنا في وزارة العمل موقفة، صح ولا لا؟ الجنسية الأثيوبية مثلا هاي موقفة، لأن يا أخي الدولة بعد ما تقدر تمنع جنسية بدون ما تعرف شو مشاكل هالجنسية. فيوم شافت الدولة حين ارتأت مثلا، مثل ما تفضلت وقلت انت، ان الجنسية هذه مثلا شو ما كانت، الجنسية عربية آسيوية شو ما كانت، ان شافوا مثلا الجنسية هاي فيها وايد مشاكل، فبالتالي انا ما امنعها. طال عمرك اسمعني الحين، انا وياك اللي هم بانعين، انا وياك هم، انت تقولي موقفة، موقفة من وين؟ ما ادري، انا اسال الحين، انت تقول لي هم اللي موقفين، انا ما ادري. يوقفون من شؤون الاجانب اللي هي اداره الجوازات. لا هو يكون في تنسيق ما بين وزاره العمل وما بين شؤون الاجانب. ما علي انا وياك. هم انا الحين اللي هم مانعين، هم شو يقولوا لي؟ هم يقولوا لي نحن الاقامه ما نعطيك اياها، نحن نعطيك اياها مهمه. يعني هم مانعين بشكل، لا عفوا، بس هم يقولوا لك بنعطيك مهمه بالنسبه للي داخل الدوله، يعني هذه اقامتها ما راح تتثبت عندك انت. الحين مش عفوا بسلطان، الاشكاليه مش ترى، لا الاشكاليه الحين من كذا زاويه، من كذا ناحيه. يعني اول شيء سؤال يطرح نفسه، ليش هذه الجنسيه مسموحه في الامارات الاخرى ومش مسموحه في اماره عجمان؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، انت ليش تقول لي، يوم انت تقول لي انه مش مسموحه، طيب كيف تسمح لي اني اجيبها اعاره من عند اي حد ثاني، وما تسمح لي ان انا اجيبها على منشاتي، على منشاتي عيل انا اضمن لي واوفر لي واحسن لي، صح ولا لا؟ بس طال عمرك الحمد لله دولتنا نحن شو مسويه؟ مسوي حقوق العمل والعمال، وتعطيهم حقوقهم اول باول، ولو عامل واحد يشتكي على اي كفيل له ياخذ حقوقه كامله. بس هم يقولون يعني هي شو تقول، حتى مهمه عشان هي ما تروح تشتكي عليك، هم يعني، وعشان هم يعني عندهم ترى شؤون قانونيه. كيف ما تشتكي علي يوم انا بعطيها راتبها وحقها؟ ما اكيد ما بتشتكي علي، حتى يعني هاي مالي يعني انا ما بتشتكي. هي تفهمني ان حتى مهمه لو تخسر زياده انا باكر هي ما بتشتكي علي. زين يا جماعه، انتم في شؤون قانونيه عندكم اللي هي تحول للمحكمه، صح؟ صحيح صح. انتم يعني تسوون هالحركه عشان ما تيكم قضايا وتشتغلون، مثلا انا تفكيري كذي، او يعني هل مركز الشرطه يعني يقول انا لو اثنين ضاربوا يقول لهم انا ما يخصني فيكم تجاتلوا، انا عشان ما اقبض قضيه واحولها للمحكمه؟ يا اخي في قانون وفي موظفين يدون عملهم، اي واحد يغلط يحاسب على عمره القانون. فما يقول لي انا والله انا امنع المشكله، انت تمنع المشكله في شو؟ انا اني اسوي لها مهمه عشان هي ما تشتكي علي، اني انا اضر الموظفه، انت يعني تستغل اني انا ككفيل تستغل العامل الضعيف انه ما يرفع قضيه اذا هو في مهمه. لا شوف، ما في حد ضعيف طال عمرك. الحين عامل واحد شو ما كان راتبه، ان شاء الله 500 درهم، شو ما كانت وظيفته متدنيه، ان شاء الله كان عامل نظافه، من حقه يصير يشتكي ويطالب براتبه ويطالب بحقه، ما في حد هنا مستقوي. هذا قانون، والقانون يحترمه الكل ويسري على الجميع. وممكن هذا الموظف مثل ما قلنا راتبه لو 500 وكان اقل وظيفه ممكن يوقف لك من شأتك، ما في مجال. نعم صح، نعم. ولا لا؟ هم يقولون اذا هو على اقامه هو يرفع له قضيه، دام انه على مهمه عادي ما يصير. مش بس كذا، الحين اذا راتبه ما نزل في البنك ووزاره العمل مربوطه فيها، على طول توقف لك المنشاه، صح ولا انا غلطان؟ اذا راتبه ما نزل تتوقف لك المنشاه، ما يحتاج يصير يشتكي بعد. منشاه واحده، ها؟ منشاتك كلها. هي صح، منشاتك كلها ومعاملاتك كلها تتوقف. طيب طال عمرك شو نقول؟ انا طال عمرك شوف، انا اي شيء يا مرب، شوف اي شيء في القانون، واللي حاطينه طال عمرك مؤسسين القانون، انا طال عمرك على راسي امشي. لكن طال عمرك، لان انا لاني انا اتصلت اني انا ما ابغي ان حد هي وحد لا، وما ابغي طال عمرك ان القانون يمشي على حد وحد لا. هذا غلط يا جماعه. نحن الحمد لله دولتنا متساوية، ودولتنا طال عمركم مسوين البث المباشر عشان الناس يوصلون ياخذون شكاوي، ما شاء الله في عمان وفي الشارجة وفي دبي وكلهم طال عمرك، وحكامنا حتى يسمعون البث المباشر. لا والوزارات والشيوخ والحكومة محاطين ناس يرصدون هذه البرامج، يرصدون هذه الشكاوي ويرفعونها ويتخذون فيها اجراء. نعم مسوين طال عمرك عشان ما حد انه يلعب يتلاعب بالقانون على كيفه، او يمشي القانون على هو. نعم انا ما عندي مشكله والله، اللي يامر بالقانون انا امشي. تبغيني الغين كلنا الحين انا بلغين، ما عندي مشكله. يبثون قانون طال عمرك انا اول واحد واعطيهم حقوقهم قدام طال عمرك واروح.
باكا الغيهن ما عندي مشكله. لكن انا بسلطان عفوا بس معنا سعاده وكيل وزاره المساعد حميد بن ديما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعاده الوكيل. عليكم السلام يا مرحبا بك. كيف الحال؟ اسمح لنا على ازعاج يا طويل العمر. ابدا ما في ازعاج. جزاك الله خير على تواصلك. امر الله طويل عمرك ما يطول بعمرك. ماشي ابو سلطان ظني عنده معامله ما ادري 10 اقامه 15 اقامه وتصريح عمل وافقتوا له على 15 عقب يا قدم على 5 تقريبا من ضمنهم وحدة عربية وأربع رجال وثلاث نساء من الـ15 طبعا وعقب جاي بيقدم على الخمسة قالوا له لا سفر هذه وهاتها إعارة. فالموضوع عندك أظني ما أدري والله بسلطان معاك طبعا سعادة حميد بن ديماس ويا ويا أنا طال عمرك الحين أنا 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 أبغي شيء أبغى سلام عليك أولا ثانيا أنا أبغي أنا أبغي أعرف بس إذا في قانون أنا ريال أبغى أطبق القانون ما في مشكلة عندي وأنا وياكم. أنا أبغي أعرف الحين في شخص على إقامتي هل العمل العمالي يجبرني أني أنا ألغي؟ طبعا إذا لا إذا إذا هو إلا إذا كان مخالف القانون ألا إذا كان مخالف القانون على عيني على رأسي أو لحد من عند الكفيل. ترى أقول لك إذا كان مخالف للقانون أو إذا انتهت علاقة عمله يعني بصاحب العمل بس زين. أنا في قانون العمل يقول يجوز للوزارة أنها تلغي بطاقة العمل والترخيص العامل للعامل في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا انتهت علاقة العمل، الحالة الثانية إذا 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 كان في شكوى عمالية وتحولت المحكمة، والحالة الثالثة إذا فقد شرط من شروط ترخيص العمل أو بقى متعطلا أكثر من 3 شهور. هاي الحالات اللي نقدر نسويها. زين الحين أنا أبغى أتكلم في انتوا الحين واحد عنده منشاه ويفتح عمره يفتح يطلب العمل عمال يفتشون كم يحتاج الشخص من العماله صحيح؟ العمل العمال يقول لك مثلا يحتاج ريايل كذا والحريم كذا. بوجهه نظر اللجنه الموجوده والمفتشين الموجودين هل العمل والعمال يجبرك يقول لك لا تجيب الجنسية الفلانية وهات الجنسية الفلانية؟ بجاوبك. سلطة الوزارة مستمدة من قانون العمل. قانون العمل مادة 13 تقول العمل حق لمواطني دولة الإمارات، لا يجوز لغيرهم العمل إلا بالشروط والضوابط والمعايير اللي تقررها وزارة العمل. نحن في الوزارة الحمد لله الإمارات صنفت في آخر تقرير للتنافسية الاقتصادية في مرونة سوق العمل يعني في سهولة التعيين، وطبعا صنفونا 7 على مستوى العالم وفي سهولة التعيين احنا 2 على مستوى العالم. يعني ما في عندنا مشكلة في منح التصاريح. تتكلم على أكثر من 80,000 تصريح صادرات من أول سنة للآن، يعني ما في مشكلة. لكن هل الوزارة الحق إجابة على سؤالك أن تضع قيود على مثلا التصاريح الموجودة من حيث الجنس أو من حيث يعني الجنسية؟ الجنسية نحن ما نتحكم فيها لأن الآن التحكم فيها من خلال تعدد من خلال نظام التصنيف الموجود الـ A و B و C. أما من حيث الجنس نعم نحن نطالع أن إذا كان هاي إذا كانت هاي المنشأة مناسبة أن بيكون فيها تعمل مثلا بالذات الإناث ليش؟ ونتكلم أيضا بشكل صريح وواضح وهاي سلطة للوزارة تقررها موجودة. لأن البعض وأنا أقول البعض مش بسلطان حشا يعني أن البعض أنه ربما في إساءة يعني لاستخدام عمال أنا أقصد إناث ولا يكونوا على رأس عمل وإنما لأغراض أخرى وندخل نحن في متاهات الاتجار في البشر وفي غيره. فللوزارة أن تضع قيودها في هالجانب وتستمر في وضع قيودها لكن ما تستخدم هاي السلطة بتعسف وإنما تستخدمها بضوابط وبمعايير. أنا مش أمامي الحالة اللي يتكلم عنها بسلطان ما أدري شو اللي طلبه وغيره، ولكن إجابة على السؤال نعم للوزارة أن تضع قيود في منح التصاريح والقيود تحطها في موضوع المهن في موضوع الجنسية. سعادتك بسلطان يقول عطوه 5 تصاريح عطوه 5 تصاريح عمل بسلطان عفوا بس بسلطان لحظة شوي خلني أوضح له الصورة. سعادتك بسلطان يقول أنه قدم على 5 تصاريح عمل عطوه 4 رجال وأنثى وحدة. يوم سار بيقدم على 10 الباقيات اللي هو سبق أنه حصل موافقة عليها ما طاعوا يعطونه قالوا له لا ألغي الجنسية هذه اللي عندك الأنثى اللي جايبينها من جنسية معينة ما أدري شو جنسيتها قال ألغيها وهات جنسية ثانية آسيوية أو شو ما كانت جنسية غير عربية نحن بنوافق لك بنمشي لك. فالموضوع الحين ليش حطوا عليه قيد على منشأته قيد ووقفوا للعشر تصاريح التي سبق الموافقة عليها بسبب هذه الجنسية؟
وانت تفضلت وقلت عفوا سعادتك، انت قلت ان انتم تتحكمون بالجنس وما لكم سيطرة على الجنسية. طيب الجنسية تنمنع من وين؟ يعني اليوم نحن كنا عارفين ان الجنسية البنغالية ممنوعة، الجنسية الاثيوبية ممنوعة، هل هي من ادارة الاقامة وشؤون الاجانب ولا؟ انا ما اتكلم عن داخلية واتكلم عن اجانب شو ادارة الاقامة، انا اتكلم عن دولة. هاي موضوع ان اليوم انا اتكلم باسم الحكومة هني، يعني نحن هاي السلطة السيادية للدولة تقرر والله هاي الجنسية توقف، ممتاز هاي الجنسية تأخرها، ومو بالله في الامارات بس، هاي طالع نعم قلت لك المكان في العالم، العالم يعني نعم. وبالتالي نحن نقول العمل الاجنبي استثناء، هذا استثناء مو بالاصل، الاصل هو عمل مواطن. والدول والقانون، قانون سيدي رئيس الدولة يقول لي وزارة عمل حطوا من الضوابط ومن المعايير في عمليه منح التصاريح هاي الموجوده. انا الان الحاله قدامي ما اعرف، يعني الكلام انه حسب كلامك انت ابو سلطان انه والله اعطوه يعني مواطن قالوا له غير، لازم اشوف الحاله ما اعرف ليش، يعني اكيد انه لازم اسمع الطرف الثاني ايضا، اسمع اللجنه ما اعرف شو السبب اللي قالوها. يعني اسمعني طال عمرك، الحين انا اللي عندي 15 ثلاث حريم و12 ريال، انا اللي يوني من العماله اللي عندي 4 ريال وحرمه. شو نشاط الشركه؟ كوفي مطعم. اوكي الحين انا الحين قالوا لي والله الحين عندك انت اغامه عربيه، الغي الاغامه اولا، قالوا لي الغي الاغامه اللي هي عربيه زين، وسوي شو اجنبيه فلبينيه او اكرانيه او اي شيء، وهاي العربيه اذا انت تباها ها قالوا لي كنسلها من عندك وسوي لها اغامه ثانيه ها، وهات اعاره 6 شهور. ليش ما يشتري ما يشتري انا عايزين طال عمرك يبقى 6 شهور ونحطها، ما يصير طبعا اكيد هذا غلط. انا طال عمرك لو الكوفي ما عندي عود وكبير ما وافقوا لي على 15. زين شو قالوا لك عن عيمان ابو سلطان وعن الامارات الباجي بعد؟ والله هذا القانون قلت لهم ليش انتم يعني جنسيات العربيات في دبي موجوده، في راس الخيمه موجوده، في كل شيء موجود. قالوا والله نحن كل اماره بقانونها. لا ما هذا كلام مو صحيح، كل اماره بقانون سيدي رئيس الدولة هو قانون واحد وسياسة هي وحدة موجودة. وارجع اكرر مرة ثانية، الوزارة لها كامل السلطة والحق في انها تضع ضوابط وقيود على منح التصاريح، بالذات فيما يتعلق في منح تصاريح الإناث. انا امس اقرا تقرير يعني من مقررة المفوضة السامية لحقوق الانسان لزارة الامارات وتعطي ملاحظات واضحة في موضوع النساء. بلدنا يعني اظن بسلطان يتفق معي ان نحن لازم نحط قيود وضوابط في موضوع بالذات منح التصاريح للعنصر للاناث، لكن هذا لا يعني ان الناس كلهم بيشتغلون، بالعكس يعني اظن هذه القله اللي نحن اليوم نشوفهم غيره. فنحن هذا الموضوع الان المطروح انا صعب اني اعطي راي النهائي، لاني انا ما سمعت ترى ايضا راي شو اسمه المختصين اصحاب القرار اللي اتخذوا قرار اللجنه عندنا مثلا في مكتب عمل عيمان مثلا بالموضوع، وما وهذا الكلام يعني مش صحيح انه والله هني سياسه وهناك سياسه، وهذا كلام نسمعه لكن ما نطالع ما نشوف كل الاحوال. اذا ساعتك بس توجه الرجال الحين وين يصير على اساس انه يعرف كيف يتصرف؟ ما ادري والله. والله طال عمرك يعني بخليه يراجع الاخسار في مكتب عمل عجمان وبنطلع على الموضوع، واذا كان وفق القانون بنقول نعم، واذا كان مش وفق القانون بنعتذر له. شهاده وكيل الوزاره ما عليك مار طال عمرك. الحين انا سالم الياسي راجعته وريال هنا زين عليه بياض الوجه، لكن سالم الياسي قال لي انا هذه اللجنه ما اقدر اكلمها ولا اختص فيها لان هاي جايه من الوزاره من دبي وقراراتهم مروحهم وشورهم مروح. بسلطان انا قلت لك راجع سالم، سالم بيراجعني انا ما بيراجع اللجنه، وانا بطالع اذا كان المساله ماشي وفق سياسه نفسها والمعايير المحطه هاي وانه ما فيها مشكله بقول لك فالك طيب واسفين احنا الجماعه غلطوا وبعتذر عنهم، اذا كان شيء ما صح وفق السياسه نفسها وغيره بعتذر لك وانت بتسمح لنا. ما يهمك، جزاك الله خير. الله يحفظك. انا رب ساعه شيء ثاني. سلامات الله يطول بعمرك سعادتك. انا عندي سؤال اخير. امر ما يمر عليك ظالم، جزاك الله خير. طبعا انتم شاكرين على الجهود الجباره اللي تبذلونها ونحن ملاحظين جهودكم باينه للجميع طبعا، بس في سؤال دائما يمكن نحن يتبادر لنا الاذهان ويمكن نحن ك ك ك كبث مباشر يمكن توصلنا هالاسئله، انه ليش ما في ضوابط مثلا
أو إذا في ضوابط ليش نحن ما نشوفها في المقاهي بالذات إن في جنسيات معينة منتشرة، الإناث بدوا يكسحون المقاهي هذه، هذه منشآت أكثر روادينها ومرتادينها رجال، رغم إن نحن في بعض الأحيان نشوف بعض المحلات اللي تبيع أمور خاصة بالنساء من مكياج ومن ملابس وملابس داخلية في بعض الأحيان، ولكن نشوف رجال يبيعونها، لكن تيجي تشوف المقاهي بالأربع والخمس والست موجودات، وبالذات في جناسي معينة وصارت عليها مشاكل وقضايا تطرح في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة. الحين ترى المستمع الكريم الآن اللي هو بسلطان ترى هاي مشكلة الآن، يعني واضحة مشكلة إنه صار تحفظ من قبل اللجنة على منح تصريح أكيد شيء من هالإناث من جنسية. أيوة معينة. أنا شو قلت لبسلطان يا طويل العمر؟ يعني هو الآن يعني ما رضى على هذا الموضوع، وهو السبب ان السبب للتحفظ الموجود داخل ودار الاسباب اللي ذكرتها. يعني انا صريح وقلت لك، يعني امس كنت اقرا هذا التقرير للمفوضة سامي هاي اللي مرت إزارة الامارات، وصراحة كاتب كلام خاطئ طبعا ومغالطات 100% ومكبرة الموضوع، ولكن نحن يعني لما نحط هاي القيود لان صراحة قدر الامكان نحن نقول قدر الامكان نحاول، ولكن ما بننجح الا اذا تعاونوا معنا المواطنين. ممتاز. المواطنين هم حريصين على هاي البلد، متاكد اكثر من حرصنا نحن ايضا حتى كمسؤولين، هاي وطنهم هاي بلدهم موجود. ثابت انا متفق معك بان يعني نتمنى ان اليوم المواطن صاحب العمل لما يستخدم وحده يحطها في كافيه ولا في غيره بالفعل يستخدمها لاغراض العمل، وان تكون في موجود ما لاغراض اخرى يكون فيها استغلال ولا انها متروكه في البلد في غيره، لان هذا ترى يعني هو بدون ما يعني يمكن اكيد انه يمكن ما يقصد، ولكن هذا بيضرنا نحن، لان هذي بيتحولون الى يعني ما بقول الى عمال، وانما بيتعرضون الى يكون ضحايا لان الناس يستغلونهم. وتعرف انت اليوم وغيره، فنحن بالعكس نبغي اليوم نتعاون في ان نحن نحس، ولكن ايضا في نفس الوقت ما نقدر نوقف. يعني تعرف اليوم الحمد لله البلد اقتصاد يعني متنامي وبلد مفتوح وعندنا جنسيات عدة وفيها نعم نعزز هذا الاقتصاد، ومو كل الناس هذي ترى نسبة ما تتجاوز 1% 2% ما يشيل لنا عاقب 98%. مو كل الناس اليوم متوسط، انت في كافيات موجودين وفيهم عناصر يعني يشتغلون، يعني ما عندك مشكلة، ولكن في البعض يحاول انه يستغل هذا الجانب. فان شاء الله ابو سلطان فعل طيب، انا بنظر الموضوع الاخ صار بيكلمني، واذا كان خطأ في التطبيق السياسي نفسه بنعتذر له، وإذا كان لا أنه يعني ما يعني المفروض نحن ما نوافق يعني بقول نسمح لنا. يعني جزاك الله خير سعادتك، وأنا شاكر لك، وأتمنى يا طويل العمر بس تنظرون في هذا الموضوع أن المحلات هذه يعني شوف الحين بقول لك أنا شو ذنبي كدولة، دولة تنفق مليارات على أساس أن تحافظ على الأمن والأمان وعلى سمعتها وعلى اللي حاصل يعني في الدولة. الحمد لله رب العالمين نحن كنا عارفين الأمن والأمان اللي عايشين فيه والسمعة الطيبة بين الدول الثانية وغيرها، شو ذنبي أنا كدولة يا أخي واحد فاتح لمقهى جايب لي 4-5 من هالجنسيات هذه وفيه اللي فيه ويسوي اللي يسويه، أخي أنا أشوه اسم الدولة هذه وندخل في مثل ما تفضلت وقلت قدام منظمات أوروبية، والله نحن عندنا حقوق اللي هي شو التجار بالبشر وعندنا غيره وعندنا عدم احترام حقوق المرأة وإلى آخره. فأنتوا لكم دور كبير وباع طويل في الموضوع يا طويل، فنتمنى إن شاء الله تكون في ضوابط معنا. بالعكس يعني هو الحل صراحة اليوم أن تكون هاي المسؤولية تضامنية، المواطن يعني يساعدنا لما يكون هو صاحب العمل وغيره، وأيضا لابد من تفعيل العقوبات. نعم. يعني من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. ويجب أن تكون عقوباتنا صارمة لكل من يستخدم عامل ويتركها لأغراض غير مشروعة. ممتاز. وذلك نحن في سياستنا في وزارة العمل هذه سياسة الحكومة، ليست سياسة وزارة العمل وإنما الحكومة. وكما يعني أمر بها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد عندما أطلق الاستراتيجية وقال تشغيل المخالفين وترك العمال المخالفين خيانة وطنية. نعم. وهذا المصطلح يعني هذه العبارة ذكرها سيدي صاحب السمو بنفسه وخيانة وطنية، ولذلك نحن ندعو أن أقول هذه لازلت أكرر هذه القلة يعني 1% 2%، ولكن ترى والحمد لله انهم قلوا ان شاء الله بينعدمون ان شاء الله. نعم. نعم. تسلم يا طويل العمر، شاكر لك تواصلك وشاكر لك هالإيضاحات، مشكور ما قصرت الله يحفظ. طبعا كان معنا سعاده احمد بن ديماس وكيل وزاره المساعد جزاه الله خير، وضح بخصوص الاقامات وبخصوص هذا. فنتمنى نحن بعد مطلوب منا دور، مطلوب من اصحاب المنشات كذلك انهم شويه يتقون الله سبحانه وتعالى في المنشآت هذه. يعني ما في داعي، يعني انا اشوف فلان فتح مشروع سوى مقهى وياب جنسيات كذا وياب نساء ودخل نساء ودخل فلوس وهذا واسير واطمع واسوي مثله، شويه يكون عندي حس يعني.
أعطني مكالمة نزار. هذا يقول يلي رقمك وراك حساب، يلي رقمك 906، جزاك الله خير بس ما أقدر أقرأ رسالتك، شو نسوي؟ نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. أنا اسمي فاطمة راشد المهيري، عمري 13 سنة. ما شاء الله، زينة فاطمة. قولي. عندي منية وعندي منية أني أشوف بابا الشيخ محمد بن زايد، لأني وايد أحبه وأمنيتي أشوفه قبل ما أسوي عمليتي. عملية شو؟ عملية انحناء العمود الفقري. الله يعافيك إن شاء الله. وين بتسوينا؟ للحين ما أعرف، يعني بنسويها داخل الدولة أو خارج الدولة. الله يعافيك إن شاء الله. شو تعاني منه فاطمة؟ أحيانا آلام شوية، يعني ما أقدر شيء أشيل شيء سجيل. يعني هال الله يعافيك إن شاء الله، ما تشوفين شر. آمين. إن شاء الله الله يحقق لك أمنيتك إن شاء الله. آمين. الله يحفظك أبوي. حياك الله. مشكور. زين. لا تعليق. أن يعني هذه أمنية الكل يتمناها، يعني سبحان الله. فدائما نحن نقول يمكن الكبير يمكن يكذب، يمكن يجامل، يمكن يتصنع، يمكن 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 يمكن، لكن الأطفال سبحان الله براءتهم يوم يبدون إعجابهم وحبهم في شخص معين، ثق تماما أن هذه تكون طالعة من الخاطر. يعني زين، هذا يقول زين، هذا ريال أنت بعد ما رمى قرر رسالتك اللي رقمك 15 15 5، شو نسوي؟ زين الناس تفكر. اللهم استعان. زين، انا اخوكم ابو محمود، عندي شكر، ارجو الاتصال ان شاء الله اذا في مجال بنتصل فيك. من عندك؟ الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال اخوي؟ الحمد لله رب العالمين. اخوي انا عندي مشكله في التوظيف، متخرج من سنه تقريبا 2010 من كليه التقنيه بشهاده الدبلوم. منو معي اخوي؟ وياك الاخ علي. ما اسمعك. وياك علي من الشارجه. علي من الشارجه. زين علي. زين، انا سجلت سنه كم متخرج؟ 2010. 2010. ايوه. زين، تقنيه دبلوم. ايوه. زين، سجلت في موارد بشريه في الشارجه، سويت كذا مقابله يمكن تقريبا 6 أو 7 مقابلة. بس اظني هالشهاده لغوها ولا شو سووا فيها؟ لا، يمكن الحين بس غيروا النظام، سووا يعني اللي يدرس يدخل نظام الباتشلر. بس لغوا لغوا اي من العام لغوا الثانوي يسمون الدبلوم. ايوه. زين، فالحين انت تعتبر حاصل دبلوم ومصير تقدم مكان ولا تعتبر ثانويه عامه؟ لا، هو انا كل ما اصير اقدم مكان قالوا لي تعتمد الحين شهاده على كان شهاده ثانويه عامه. زين، بس اكمل سنه واحده يا اخوي بتحصل ماستر ولا لا؟ لازم اكمل 4 سنين. 4 سنين والسنتين. أيوة. اللي درستهم ما الدبلوم؟ والله ما ادري، احنا كل ما اصير اقدم مكان يقولون تعتبر ثانويه عامه. زين، المهم أنا سجلت في كذا يعني في الموارد البشرية، سجلت وسجلت في توطين في أبو ظبي، سجلت في كذا مكان يعني، يعني يمكن تقريبا ما خليت مكان ما سجلت فيه. وأنا لين اليوم ما حصلت وظيفة. فكل ما أسير أسجل وهذا قطاع خاص قطاع حكومي ما عرضوا عليك وظائف وأنت رفضتها بسبب الراتب أو بأي سبب، لأي سبب آخر؟ والله شو أقول لك، في مكان ما قدمت فيه قدمت كله ما كف صراحة، فلين اليوم يعني ما شوف حد اتصال ولا شوف حد. هذا 2010 لين 2000 يعني وايد صراحه. بعدين احنا نشوف المبادرات من تنميه، يعني دائما يعقدون دورات، دائما عندهم ورش عمل، دائما يطلبون ناس، يعني مش ان هذا بس نشوفهم يعني حتى يطلعون يانا هنا في البرنامج. يعني انا قلت ترى سويت يعني كذا مقابله، ها يعني فما اشوف يعني رد. يعني صراحه بعد عن مغزي مش غير هالموضوع، يعني انا عندي ظروف خاصه عرفت، يعني نحن ظروفنا شوية في البيت شوية معني صعبة، يعني ما أقدر أتكلم عن هو عن هالموضوع. عرفت يعني، فما أدري لين متى يعني بتم هالحالة أنا. ما أدري والله. فأنا بعد سجلت أدنوك، سويت مقابل أدنوك للتوزيع. زين، اللي هي قبل أسبوعين تقريبا اتصلوا فيني قالت أنا عندك مقابلة. مواطن أنت علي صح؟ أيوة مواطن. زين، سويت مقابلة وقالوا لي عقب فترة من التصفيق اتصلوا فيني مرة ثانية. قالت لي انت عندك مقابل، انا باكر ساير مسافر وبرجع. قالت لي خلاص المشكله تعال الاسبوع الجاي يوم الاثنين اللي هو الاثنين اللي طاف. وصلت انا ابو ظبي يوم رحت هناك قالوا والله مش موجوده. كيف يا جماعه انا وصلت لين هنا والحرمه مش موجوده؟ قالت مش انت بس، ثلاثه غيرك بعد يعني ردوا. زين، علي بتداوم في ابو ظبي؟
ليش كان مستعد اداوم اي مكان؟ زهاء ريال مطرش لنا رساله يقول اذا يبي يداوم في ابو ظبي فبنشوف ان شاء الله، بنحاول نشبك وياه ان شاء الله. اوكي توكل على الله ان شاء الله. بعدين في الحين مبادرة أبشر إن شاء الله، واللي هي توظيف تقريبا 20,000 مواطن إن شاء الله، فإن شاء الله إن شاء الله يعني بتكون من ضمنهم إن شاء الله، لا تيأس. بس من سنتين ما أنا نسيت أسأله شو كان يسوي من سنتين؟ خلص الدبلوم من 2010، زين بعدين شو سويت؟ ليش ما كملت؟ ليش ما أخذت لك دورات؟ ليش ما زين؟ هذا يقول كفو هذه الأماكن شو؟ ما أيد شغل الحريم في هذه الأماكن، شكلهم غلط في هذه الأماكن، وين الغيرة على الحريم؟ أم سعيد تحياتي لك يا أم سعيد، كلامك منطقي. يعني ما أدري بيقول لك والله حاجي وبيقول لك ما أدري كيف، الحاجي يا أخي بعد الحريم يشتغل في أماكن يعني خصنا يعني مش إيش معنى هاي؟ إيش معنى الجنسية هذه؟ إيش معنى الأماكن هذه؟ بعدين هم ما عرضوا على جنسيات ثانية على فكرة، هم قالوا لجنسية معينة يعني هذه الجنسية. فبعد نحن مطلوب منا تعاون، يعني بعد نرجع ونقول ان الدولة يمكن في فترة من الفترات افتحت الجنسيات كلها، شافت جنسية معينة في من وراها مشاكل على فكرة كل الدول فيها، يعني ما في مش في صدد اني اذكر دول والجنسيات اللي ممنوعة تدخلها، لكن كل حد ممكن يبحث ممكن يسأل ويشوف ان كل دولة من حقها ان تمنع اي جنسية تشوف هذه الجنسية مثلا تشكل تهديد او خطر او مشاكل او غيره او غيره او غيره، فمن حقها أن تمنع، هاي من حق سيادة أي. الحين أنت ممنوع، أنت كمواطن إماراتي يمكن ممنوع من دخول دولة فلانية أو دولة فلانية. طبعًا إحنا الحمد لله رب العالمين كإماراتيين اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة وفضل القيادة الحكيمة والرشيد مسموح إن ندخل تقريبًا إذا ما بكل يعني تقريبًا كل دول العالم مع التحفظ يعني على بعض الدول بغض النظر، ولكن هذا ما يا من عبث ولا يا من فراغ، لأن سمعة دولة الإمارات سمعة طيبة، لأن دولة الإمارات دولة الأمن والأمان دولة الخير، في بلدان ما ترم تدخلها إلا تراويهم رقم حسابك وكم عندك في البنك وتأخذ تذكرة العودة والذهاب والعودة مثلا، ولازم تكون عندك إقامة ولازم، بس الحمد لله رب العالمين هكذا أنت كمواطن إماراتي يتجاوزون عنك فيها. فهذه بعد أحد الأسباب، ترى في بلدان ثانية لا فيها مشاكل يا أخي، الجنسية هذه سبب مشكلة، الدولة ترتئب أنها الجنسية ما تدخل، انتهى الموضوع، ما في داعي أن أنا ناقش والله ليش الجنسية هذه، ليش ما أدري كيف، ما خلاص الدولة قالت خلاص انتهى. في أشياء في بعد نظر الدولة تشوفه والحكومة تشوفه والقادة يشوفونه والمسؤولين يشوفونه والأمنيين يشوفونه، نحن ما نشوفه يا جماعة الخير، أنت محدود، نظرك محدود، بصرك محدود، هذه الناس لهم بعد نظر يفكرون في أمور ثانية أبعد مما أنا وأنت ممكن نتخيلها حتى. فمش لازم بعدين حتى كل شيء هم يبررونه يقولك والله أنا منعت لكذا، لا خلاص أمور أمنية أمور تختص بالدولة انتهى الموضوع، مفروض أقول سمع وطاعة خلاص انتهى. انزين أنا ما أتكلم طبعا عن بسلطان وضع استثنائي، بسلطان ريال عطوه موافقة من البداية، عقب شو استوى أنا ما أدري، لكن نرجع نقول حتى حق بسلطان أنه يمكن عقب ما أنت عطوك الموافقة يت مثلا أوامر بأنها الجنسية خلاص توقف، خلاص يا أخي اتبع التعليمات. زين هذا يقول هلا صباح الخير، أنا مديون ومتزوج وأبى حد يسدد عني شيء، بس أبى أسوي عملية ليزك لعيوني وجزاكم الله خير، طلبتك يا أبو راشد. زين هاي طرش يوم الأحد إن شاء الله أبو راشد بيكون موجود. هذا يقول لو تكرمت سأل بالاندماء مع الأسف رسالتوني وتوها واصلتني. يعني زين على مخالفين العمل اللي هارب وشركات مسكرة اليوم صدر قرار بإعفاء الرسوم، أرجوك أخوك أبو مايد. والله ما أدري يا أبو مايد، بس يا أخي الجماعة ما مقصرين يعني توصلهم يردون على كل أسئلتك، يعني الجماعة يعني وزارة العمل الصراحة ما مقصرين. أبو حمدان تحياتي لك يا أبو حمدان، طرش لي بس أبو حمدان. زين آخر رسالة يقول السلام عليكم، هل في بشارع مبادرة أو مكرمة من صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ الله لأبناء من حصل على جنسية الدولة؟ والله تعبنا نتريى وننتظر ابن المواطن. اتريى بعدك شوية أخوي، إن شاء الله المبادرات ما تخلص الحمد لله رب العالمين، المبادرات الطيبة دائما نسمعها، يعني كل يوم في مبادرة الحمد لله. اللي فاتح مقهى للشيشة أسألك من دخلك، عن دخلك حلال ولا حرام؟ والله ما أدري عاد، أنا ما أفتي حلال ولا حرام، كل واحد أدرى بنفسه. نزار الله يخليك، رقم الريال هذا اللي مو بضبي توصل لها. زين في الختام طبعا يسمحون الإخوان اللي ما ردينا على مكالماتهم، ما قدرنا نرد على مكالماتهم بالأحرى، الرسائل تقريبا كلها قريناها،
نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. تقبلوا في الختام تحياتنا. من الأخبار كان معنا عبد الباقي، من التنفيذ التلفزيوني معنا إبراهيم، من الإخراج الإذاعي اليوم كان معنا نزار، مو بقباني بس نزار، وفي الإعداد والتقديم طبعا كان معكم أخوكم يعقوب يوسف العوضي، وكذلك تحيات الغائب الحاضر عبد الله راشد بن خصيف، وكذلك الغائب المخرج عبد العلي عبد العزيز. وفي الختام مثل ما نقول دائما، اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء، اللهم من أراد السوء بنا فاجعل دائرة السوء عليه واشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.